ورجعت لكم بعد الفاصل، واللحمه بتاعتي خلاص بقى طلعت كل الروائح وكل الاسوا اللي عايزين نوصلها وصلت لها خلاص. بصوا كده نزلت الفاتس اللي فيها ونزلت الميه بتاعتها الحلوه، ونزلت لي كمان شويه حروقه في الووك اللي انا عايزه اعمل بيها الصوص بتاعي. نزلها بقى كده واخد كل البواقي دي، تمام جدا كده بالنسبه لي. منها هي بترتاح والانسجه بتهدى شويه لحد لما اخلص الصوص، ومنها انا كمان بشوح بقى الحاجه بتاعتي براحتي في نفس الووك، فكله يبقى واخد طعم بعضه حلو. عندي دلوقتي شويه زبده شويه حلوين علشان احنا هنحط دقيق هنعمل صوص حلو قوي، محتاج شويه دهون حلوين، عشان كده بقول اللي عامل دايت هيكتفي بالخطوه دي بس اللي هي الستيك، ويفضل بقى يشوح فيه لحد ما يستوي وخلاص كده، لكن اللي مش عامل دايت هيكمل بقى معايا الصوص الجميل ده. سيح كده الزبده وبحاول الزبده تشيل لي اللسوعه اللي في الواك اللي تحت دي، عشان انا حابه طعمها جدا مع الثوم والبصل بتعمل طعم حلو جدا. اشوح بقى دلوقتي الثوم واشوح البصل كله في وقت واحد كده على نار عاليه، بص الدهون هتلاقوها بتقشر الواك من تحت، كل لما تغلي وكل ما تحس بالنار اكتر هتلاقوا الدهون شغاله اكتر. اول لما يبتدي البصل والثوم يتشوحوا كويس يوصلوا للدرجه اللي احنا عايزين نوصل لها، هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نحط دقيق عشان نعمل كفر او طبقه تغطيه للدقيق ده، فالدقيق لما احط عليه بقى الميه يروح مديني سائل سميك مظبوط. شوح كده طبعا الكريمه اللباني في الوصفه دي من الحاجات اللي بتدي طعم دسم كده جميل جدا، وبتدي طعم كمان بتخليه احلى احلى بكتير قوي من اللبن والدقيق لوحده. بس اللي مش بيحب كريمه لباني ممكن يعني يستبدلها بشويه لبن صغيرين، او يكمل الصوص ببودره الديمي جلاس بس مع ميه. عايزه بقى اجهز بودره الديمي جلاس كده، في حاجه تاني برضو عايزه اكلمكم عليها، ان بودره الديمي جلاس لما بنحطها على طول على الصوص من غير ما تغلي لوحدها ما بتديش الطعم الحلو بتاعها زي لما بنجهزها هي لوحدها بره لوحدها كده، بتدوب في بعض في الميه وبتكون جاهزه اكتر من لما بنحطها كده على طول ونقعد نقلبها كانها دقيق. فانا هجهز كده مقدار البودره لوحدها، هسيبها تغلي لوحدها في الميه عشان لما اخلص الصوص ادلق ده على ده وابقى عارفه انا محتاجه منها قد ايه. هتسيبها بقى تاخد كده سمك وتاخد طعم في الميه المغليه، فتديني افكت حلو احسن لما انزل بيها اشوحها كانها دقيق واحمرها كانها دقيق. انا مش عايزاها تقعد في الدهون كتير، عايزاها ما تنزل على سوائل. معايا الدكتور محمد هاني استشاري الصحه النفسيه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا نوره؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام والله. اخبار الصحه النفسيه ايه في الشتاء؟ ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ اخبار الصحه النفسيه ايه في الشتاء بقى؟ انت عارفه بقى في الشتاء الاكتئاب بيزيد. ايوه دي حقيقه، مع ان في الوقت اللي احنا فيه ده في ثلاثة عامه تحس الجو ولا هو شتاء ولا هو صيف، يعني الصبح تصحى تلاقي الجو كده مدي على صيف وبالليل تلاقيه شتاء، فتحسه داخل على ربيع، الجو حلو يعني. لا بس هو جو محير، خليني اقول لك ان الشتاء فصل الشتاء بيكون فصل اكتئاب تمام، ولان طبعا بيكون عندنا نقص لضوء الشمس الفيتامين دي. اه تمام، والبيوت في الشتاء بتكون مقفوله، احنا على طول مقفلين عشان الهواء والبرد، فما فيش مساحه ضلمه، حياه ضلمه. اه فما فيش مساحه ان الضوء حتى كمان يدخل جوه البيوت تمام. أيوه. غير كده كمان ان الشتاء مرتبط عند المصريين بالدراسه،
حلو، فدروس بقى وولاد في مدارس، غير ان كمان ان الحركه حركه الانسان في الشتاء بتقل شويه غير الصيف. احنا في الصيف بنرجع 3 4 الفجر عادي، في الشتاء بنكون ملتزمين بمواعيد معينه للرجوع، فهمتي؟ فطبعا كل التقدمات. والشوارع بتفضى بدري، حتى لما بتمشي في الشارع بتلاقي مفيش حد. هو الشتاء ليه قدسيه يعني الجو، غير كده كمان ان ظروف المناخ في مصر اتغيرت عن زمان. ايوه يعني دلوقتي الشتاء عندنا بقى في مطر، في نسبه برود عاليه جدا، في امطار، في سيول، فده كله بيعوق ان الانسان ان يمارس حياته بطريقه طبيعيه. فده كله من الحاجات اللي بتسبب للانسان الاكتئاب، غير ان انا قلت لك ان احنا بيوتنا مقفوله، ضوء الشمس مش موجود، الحاجات دي كلها بتاثر على هرمون السعاده عند الانسان وبتقلل نموه في جسم الانسان. طب قول لي يا دكتور، لو احنا يعني متعرضين لكل ده وعايزين نتجنب فكره ان احنا يجي لنا اكتئاب، ايه الحاجات اللي نعملها تساعدنا في الشتاء ان احنا ما يجيلناش اكتئاب؟ بص انا اقول لك حاجه، هو اولا ممنوع ان احنا نطول في القعده في البيت فترات طويله، حتى لو الناس مثلا بتشتغل اونلاين او الناس قاعده في بيوتها، انت لازم تنزل يوم يوم لو هتتمشى لمده 10 دقائق في اليوم. لازم كل فتره لازم يبقى البيوت فيها تهويه، الشبابيك تتفتح ويبقى فيها تهويه، على اساس ان الضوء يدخل ونغير الريحه اللي موجوده ونزود يعني ان هرمون السعاده يزيد عند الانسان. يعني مهم جدا ان احنا نفتح البيت وندخله هواء جديد ونخليه يحس كده ان في يوم جديد. يوم جديد طبعا، لان طبعا زي ما قلت لك ان نقص هرمون الضوء ده بيقلل زياده هرمون السعاده عند الانسان، فده اللي بيخلي ان الشتاء بيكون فصل اكتئاب بالنسبه للانسان. الحاجه الثانيه كمان ان احنا برضو ما نستسلمش لاي ظروف واي ضغوط، حتى لو كنا قاعدين في البيت ما نحاولش ان احنا كاسره ان احنا نعكنن على بعض او ننرفز بعض، لان الدنيا مش مستاهله كل واحد يتعامل مع الانسان التاني بطريقه فيها نوع من انواع الاحترام والادميه. غير كده كمان ان احنا نفكر كل يوم في حاجه جديده حتى ولو كانت بسيطه. يعني ناس يقول لك ايه، ما احنا مش عندنا مثلا امكانيات نجدد، يا جماعه حتى لو كانت ايه بسيطه، نزلت اتمشيت شويه، نزلت جريت شويه، نزلت مثلا كلت ايس كريم، نزلت مثلا كلمت حد مثلا غالي عليك او حد عزيز عليك. بصي هو التغيير مطلوب، الاستسلام للروتين هو بيخلي الانسان بيدخل في نوبات اكتئاب مستمره، سواء بقى كان شتاء او سواء كان صيف، فده اللي بيخليه ان هو يكتئب بسرعه لانه ما عندوش جديد طول. أيوة. ما هو مستسلم، لان الحياه انت عارفه مليانه بالضغوط والظروف، فطول ما الانسان مرحب بالحزن ومرحب بالزعل، الاثنين دول من الحاجات اللي هم ايه بيطولوا معاه. يعني قصدي حضرتك يا دكتور انه في ناس بتهاجم الحزن والاكتئاب بترفضه، وفي ناس بتستسلم. ما هو كل انسان بيبقى عنده حاجه اسمها زي مواجهه الصدمات ومواجهه الضغوط النفسيه. ما هو لما ربنا خلقنا في الدنيا، هو ربنا قال ان الانسان هو اللي يتوافق ويتكيف مع الحياه، بدليل ان ممكن يكون صحراء فاضيه من غير ناس ملهاش قيمه. أيوة. لما نحط ناس فيها هيعمروها تبقى كومباوندات وفيلل وقصور وشقق وحاجات كتير جدا، صح؟ أيوة. فالانسان ربنا اللي بيدي الانسان الملكه على التغيير والتوافق مع الظروف، يعني ممكن حد يبقى في مكان معين بيشتغل بس هو توافق وتكيف عشان يتعايش مع الظروف. وربنا قال لقد خلقنا الانسان في كبد، الحياه مشقه عناء، بس كل لما انا اخد الامور بهدوء وافكر في اي مشكله ممكن تجي لي بهدوء بعيدا عن العصبيه اللي ممكن تخليني اتوتر واتنرفز واخد قرارات غلط وارجع اندم على القرارات الغلط اللي انا اخدتها في حياتي بهدوء. وربنا في النهايه على فكره بيدينا القوه وبيساعدنا في حل اي مشكله بتقابلنا، بس ربنا بيكون ايه محتاج ان احنا يعني نهدى، محتاج ان احنا نصبر، محتاج بيختبر صبرنا، بيختبر قوتنا في الدنيا، لان الحياه زي ما قلت لك هي ضغوط. فالانسان المتصالح مع نفسه اللي هيقدر يكشف حقيقه الضغوط اللي موجوده، ده انسان هيبقى متفائل جدا وهيعدي الحياه جدا وهيزود كل يوم هرمون السعاده عنده، اللي هيبقى بسيط، حد بسيط في الدنيا، مش حد مكلكع ومعقد ومعقد الناس حواليه، لان الحياه ابسط من كده بكتير. بشكرك يا دكتور جدا، بشكرك جدا وبشكرك على التفاؤل اللي اديته لنا. بشجع كل الناس تبتعد بقى عن الاكتئاب وتعمل وجبه دافيه لذيذه كده يقعدوا ياكلوها مع بعض يحسوا بدفء كده زي الوجبه الجميله اللي قدامي دي. طبعا وانا بكلم الدكتور خلصت الصوص كله، شوحنا البصل والثوم، لما تشوحوا كويس قوي نزلت عليهم المشروم،
اول لما ابتدى يدبل سنه او ابتدى ياخد حرف بني نزلت عليهم بشويه دقيق عشان ادي سمك للصوص بتاعي، مش بعد بحط السوائل اروح مزوده نشا، لا حمرنا دقيق في البصل والثوم والمشروم. بعدين نزلنا عليهم بالديمي جلاس اللي كنا غليناه، اول لما ابتدى يغلي شويه مش قاعد يغلي كتير، غلوه واحده رحت طفيت عليه، نزلت عليه على الصوص وشويه ميه وشويه كريمه لباني، والكريمه اللباني اختياري، هتزودوا لبن يتزودوا ممكن مرقه لحمه تبقى كفيله، ممكن نزود الديمي جلاس يبقى هو بس اللي هيدينا اللون الابيض ده يا لبن يا مرقه. بعدين نزلت عليهم قلبتهم كويس قوي بمضرب سلك عشان لو في اي كلكعه من الدقيق، وبعدين نزلت عليهم باللحمه ونزلت عليهم بالماستر صوص وبالربع ليمونه وبملح وفلفل، وهسيبهم يغلوا دلوقتي. في الاخر خالص بقى هحط على وش اللحمه، هحط هنا كده جبنه وهقفل عشان تسيح، فطلع الصوص بالجبنه باللحمه بعد الفاصل ده على طول، استنوني. ورجعت لكم بعد الفاصل، وخلاص بقى اللحمه بتاعتي عملت الصوص اللي هو الماسترد، واخده لون الماسترد اهي، لون اصفر كده واخد كريمه يعني. نحط بقى ده اختياري برضو، بس انا لما دقتها كانت معموله كده بالظبط، كانت جايه لنا في طاجن كده حلو قوي وبتغلي والجبنه سايحه على الوش. بنغطي بقى كده وبسيب الجبنه تسيح، في الوقت اللي بتسيح فيه هقول لكم الرز البسمتي ده اتعمل ازاي. جبنه حله شوحنا فيها الرز، بعد لما تشوح 3 دقايق كده نزلنا عليه بمقدار ضعف الميه بتاعته، بحط له انا بحب احط له جوزه الطيب رشه بسيطه وملح وفلفل مع التشويحه اللي في الاول، وبعدين زودنا له يعني انا لو معايا كوبايه رز معايا الضعف بتاعها ميه، وبعدين بيبقى على نار عاليه جدا لحد لما يتشرب الميه ويبتدي يعمل اخرام كده في الحله من فوق في الرز، بنلاقيه زي نزل لتحت كده كام واحده. في الوقت ده بنروح منزلين النار للنص، نبتدي نسيبه على نار واطية خالص لحد لما ناخد بالنا ان هو خلاص ابتدى يكمل السوى وشرب المية خالص، ندوق كده حتة لو لقيناها خلاص بقى طري نفتح عليه علشان البخار ما يخليهوش يعجن، ونقدمه ويكون جاهز معانا وتمام وحلو جداً.